بأي طريقة تفضل أن تموت؟ سؤال ربما يخشاه المحكومون بالإعدام في الولايات المتحدة أكثر مما يخشون الموت نفسه، ما بين الكرسي الكهربائي والرمي بالرصاص، وسائل مختلفة لتنفيذ الحكم، لكن إحداها تثير جدلاً كبيراً منذ اعتمادها كإحدى طرق الموت، إنها الحقنة القاتلة. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. لا تقوم بإعدامي بالحقنة القاتلة، أريد أن تنتهي حياتي بصاقة على الكرسي الكهربائي. كانت هذه الكلمات آخر ما تفوه به السجين الأمريكي إدموند زاغروسكي قبل أن يوثق جسده بكرسي كهربائي تمهيدا للحظة إعدامه. لكن لماذا يخشى المحكوم عليهم بالإعدام الحقنة القاتلة؟ الحقنة القاتلة واحدة من أكثر الأساليب شيوعا لتنفيذ أحكام الإعدام في أمريكا، ويتم الحقن القاتل بعدة طرق، أشهرها مزج 3 محاليل كيميائية، وهي ثيب تالي الصوديوم الذي يعمل على تغييب المتهم عن الوعي، وكلوريد البوتاسيوم الذي يؤدي إلى توقف القلب، وروكيورونيوم بروميد لإيقاف عملية التنفس لدى المحكوم عليهم بالإعدام. عرفت حقنة الإعدام للمرة الأولى عام 1888 عندما اقترح طبيب من نيويورك يدعى يوليوس بلير تطبيقها بحجة أن الإجراءات اللازمة لها أرخص من إجراءات الإعدام شنقاً. أسلوب الإعدام بالحقنة المميتة استخدم لاحقاً في الصين وغواتيمالا والفلبين وتايلاند وغيرها، كما استخدم أيضاً في حالات القتل الرحيم لتسهيل الموت الطوعي للمرضى الراغبين في إنهاء حياتهم. العديد من الانتقادات وجهت لحقنة الإعدام، ووصفت بأنها عقوبة قاسية وتسبب الكثير من الألم، وكانت سبباً رئيسياً في تعليق عقوبات الإعدام لمدة 6 أشهر في ولاية أوكلاهوما، بعد معاناة رهيبة استمرت 40 دقيقة للمحكوم عليه بالإعدام كلايتون لوكيت، بينما كان المسؤولون عن إعدامه يجربون طريقة جديدة للحقنة القاتلة. Many of the men who are being put to death with these new cocktails of drugs are experiencing severe pain and suffering. This not only amounts to cruel and unusual punishment under the US Constitution, but it could easily amount to torture under international law. في عام 2011 حظر الاتحاد الأوروبي الأدوية المستخدمة في تحضير الحقن القاتلة، لذلك اضطرت بعض الدول والولايات الأمريكية للبحث عن محاليل بديلة لتحضير حقن الإعدام. We don't even know where the drugs are coming from. And so I think that's why you have these results. That's why we have accountability. That's why we have courts. And Oklahoma's attempt to avoid that kind of accountability is why we're where we are today. في أروقة الموت خلف أبواب السجون، هناك من قضت العدالة بأن يكون مصيرهم الموت جزاء لما اقترفته أيديهم، يعلمون جيدا أن لحظة الإعدام قادمة لا محالة، وربما جل ما يتمنونه هو موت بلا ألم. لكن يبدو أنه مهما تعددت أشكاله تبقى للموت آلام لا يعلمها إلا من فارق الدنيا.